يريد اسقاط النظام. الشعب يريد. احنا واقفين بنهزر زي ما بنقف نهزر كل مره، الناس بتحبني بتلمح حواليا بنهزر. بص لنا هنا ميكروباص واقف هناك ضرب النار، فجت طلقه من فوق كده، طلقه فرد ضربت في الهواء في الاول، شباب جايه بتجري بازاز بلوتوف قامت حادفه على الخيم، وضرب النار كان على طول بيتضرب على طول كده فوش. على فكره في حاجه ما قلتهاش هناك كمان، ده في ضابط من الداخليه ده شكرا ليه قوي، ده خد طلقه مطرحه على فكره وربنا يكون في عونه، خد طلقه فرد في عينه على ما اعتقد انه ده وقع مره واحده. ولانهم جايين بيجروا علينا كانوا سبع شباب بفلودة والكلام ده كله، غير الشباب اللي كانت ماسكه البنزين. تعامل موجه للرئيس بتاعنا المحترم وعبد الرحمن عز. عبد الرحمن عز عشان هو عمال يتكلم عن ناس هو ما يعرفهاش، ما بيتكلمش ما بيسالش عنهم، عمال ينزل تويتر وعمال ينزل وعمال ينزل وفي اخر ما تم راح يزور واحد صاحبنا هو اللي كان ضربه بالنار. تروح تزوره بناء عن ايه؟ فراح تزوره بناء عن ايه؟ عبد الرحمن عز ده مش كان من الناس هنا اللي كانت بتقشر بالليزر على الناس بتاعتنا ولا كان بيقشر عليهم؟ عبد الرحمن عز هو كده، عبد الرحمن عز خلاها خله بقى طاره مش عند واحد ولا اتنين ولا تلاته، بقى عند مليون. انا دلوقتي بدينه هو ومرسي، شاب من الشباب اللي بتعتصم في وسطنا، كنا بنلاحظ ان هو بيختفي وبيرجع بيختفي وبيرجع بيختفي وبيرجع، فجينا لقيناه جاي مع الناس دي. مصلحة مين؟ المرة الوحيدة اللي أول مرة أنا أشكر فيها بقى الأمن المركزي فيها دي، اللي طول عمري أنا ما بحبوش، بس أنا بقول المرة دي أمن المركزي وقف جنبينا، أول مرة الحكومة توقف جنبينا المرة دي. باطل العريان، باطل البرياني، باطل. ده أثر السبلايز مولع عندي، السبلايز زي ما شايف كل السبلايز موجودة، الفستات المسؤولة عن المسعفين عندي، تم إشعال النار بالكامل في المستشفى. الاثنين مسعفين اللي عندي هما من ضمن تسع اصابات، اصابات كسور واضحه في مناطق متفرجه من الجسم نتيجه التعامل بالضربه المباشر بالات حاده. تم اطلاق رصاص حي في الهواء ثم التعامل باسلحه خرطوش. بالظبط. المصابين المعصومين تم اشعال النيران في الخيم المجاوره لخيمه المستشفى، هو اعتصام يعني هو اعتداء ممنهج من افراد معروفه بعينهم، هم اعضاء حازمون، يعني هم هددوا بفض الاعتصام من ايام انهم محتاجين البكان يوم 17 يكون بتاعهم، الاتحاديه ومحيطها تكون بتاعهم يوم 17. الاتهام موجه لعبد الرحمن عز، لاحمد المغيره، لمحمد سعاده بالتحديد. هم اصابه سبع افراد امن بخرطوش في اماكن متفرقه، من ضمنهم واحد في حاله خطر في مستشفى كليوباترا، واصابه ملازم اول اصابته خرطوش بالعين ادت الى اشتباه في ارتجاج مع احتماليه اصابه العين اصابه واضحه جدا. قوات الامن لم تستطيع التعامل بعد 40 دقيقه من الاشتباك، هم نفذوا الاشتباك بسرعه، سيطروا على المحيط بقوات الامن بمحيط القصر كاملا بعد اشعال النار في الخيم والاعتداء المباشر على المعتصمين ال 34 فرد. ابن الشيخ محمد هدايه احمد، ابن الشيخ محمد هدايه تم التعامل مع احمد محمد هدايه لحالته الخطر، احمد يعاني من شرخ واضح في عظام الجمجمه. اللي جم دلوقتي للاعتداء هم 8 مدربين تدريب فائق السرعه، لم يتم القبض على واحد منهم، لم يتم الاشتباك او التعامل مع احد منهم لانهم مدربين تدريب فائق. من ضمن التدريب ان هم تم الاعتداء على قوات الامن التي كانت في حاله استرخاء واضح جدا. ايوه